وما ولا يتناسب مع شكل الإنسان وطبيعته أن يمارس العنف على بني جنسه الرجل بحق المرأة. التشرد إلى الخارج في ظل الأزمة الكارثية، حرمانها من العمل والتعليم، لا تقل أهمية عما واجهته في بلدها. بكل أشكاله يسبق الأزمة السورية وذاقم الظروف الحياتية وغياب دور المؤسسات القانونية والاجتماعية، فمنها أسباب اقتصادية يلجأ إليها الأهل للتخفيف من وطأتها كالاستفادة من مهورهن. حالات الطلاق أيضا قبل وبعد الأزمة، وحسب ملفات المحاكم الشرعية كانت توثق سابقا حالات الطلاق من 2500 إلى 3000.